ما هي النهارده حلقه مضحكه جدا، يعني انا بحب اضحك. النهارده اقول لحضراتكم انا بضحك على ايه. النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي تضحك ان الناس لسه عماله تتكلم في مباراه السوبر وفرحه الاهلي بمباراه السوبر، واصل مباراه السوبر ومش عارف مين كسب ايه وعمل ايه والنادي الاهلي قفل الملف. احنا قافلين الملف. انا قلت لحضراتكم الكلام ده اول امبارح، قلت لكم ان الكابتن خطيب راح تاني يوم للاعيبه النادي الاهلي قال لهم شكرا الف مبروك كسبتوا السوبر، مبروك عليكم كالعاده يعني زي ما متعودين، الف مبروك كسبتوا السوبر. فكروا بقى في مباراه القادمه مباراه سموحه. السوبر انتهى واصبح في المتحف او في التاريخ او في الدولاب، عندنا بقى بطوله تانية والناس لسه عماله تتكلم وترغي في مباراه السوبر. بجد يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ده بجد وحقيقي، لغايه دلوقتي الناس بتتكلم على مباراه السوبر والاهلي، والنادي الاهلي في حته تانية. النادي الاهلي كابتن خطيب راح سلم على اللعيبه، مبروك يا رجاله، الف مبروك كسبتوا وعملتوا اداء كويس واتكلم معاهم وكل حاجه، وبعدين اقفل يا جماعه بقى الملف ده، اهو الملف ده اتقفل، اقفل الملف ده حطه على جنب خلاص، دخل الدولاب. احنا عايزين البطوله ال 42 في الدوري، بعدها نفكر في البطوله ال 12 في السوبر، بعدها نفكر في او اثناء هذا الموضوع نفكر في الدوري الاهم والاكبر بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وللنادي الاهلي، هو دوري ابطال افريقيا، والناس لسه قاعده بتتكلم على مباراه السوبر. حاجه غريبه جدا. احنا ممكن نحلل فنيا مباراه السوبر شويه النهارده، عايزين نحلل فنيا شويه، لكن ما خلاص الفرحه بالنسبه لنا انتهت، قفلنا الفرحه يوم المباراه. انا قلت لحضراتكم يمكن في اخر الحلقه قلت لكم احنا يوم الجمعه ده هنقفل وهاجي لكم يوم الاحد، يعني خلاص بنستعد، عندنا ماتش بكره بالمناسبه هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره قبل المباراه بساعتين، هنكون على الهواء مباشره مع حضراتكم ونحلل هذه المباراه، او ساعتين ما قبل المباراه وان شاء الله ساعتين ما بعد نهايه المباراه. فاحنا قفلنا وهنتكلم عن مباراه سموحه، نتكلم عن مكاسب السوبر، بنتكلم على كل الحاجات دي، ولكن قفلنا بقى، قفلنا الفرحه، اللعيبه دي قفلت الفرحه. انا بكلم اللعيبه، الناس مركزه تركيز غير طبيعي، مركزين خلاص نسيوا وبيفكروا في اللي جاي، ولسه في ناس بتتكلم على مباراه السوبر واصل الاهلي والاهلي ويا باشا والاهلي كذا والاهلي مش عارف ايه، واحنا الموضوع اتقفل مش هنتكلم فيه. هنتكلم شويه فنيات النهارده، اهم المكاسب اللي مش عارف ايه كذا كذا كذا، وبعدين هننتقل لمباراه سموحه. هنتكلم طبعا بشكل عام عن مباريات الدوري اللي اتلعبت امبارح والنهارده والشكل العام لبدايه الدوري، وهنتكلم عن مباراه النادي الاهلي بكره. ما حدش هيتكلم على السوبر كتير يعني. يعني احنا الفرحه انتهت بالنسبه لنا، خلاص ابتدينا نركز في مباراه النادي الاهلي ضد نادي سموحه في افتتاحيه الدوري العام المصري. هتخلص من المباراه دي هنفكر في كانو سبورت، ولسه الناس، ما انا بقول لحضراتكم النهارده كل ما تيجي تقعد تفكر كده تقعد تضحك، وده كويس على فكره بالمناسبه ان انت تقعد تضحك تضحك تضحك. اتمنى ان احنا نفضل نضحك على طول، بس احنا بنضحك اعتقد هنفضل نضحك كتير. احنا عايزين نضحك وعايزين في نفس الوقت نبقى مركزين في المباريات القادمه. اللعيبه كده، اللعيبه فرحوا واتبسطوا، وانا بشكركم جدا على رد الفعل اللي حضراتكم دايما بتبقوا دايما واقفين معانا فيه. النهارده الكابتن عادل طعيمه بيقول لي يعني اسلام الناس كلها بتقعد تتفرج على قناه الاهلي وعلى ملعب الاهلي وعلى اللي بيتعمل. قلت له كابتن عادل ده بوجود حضراتكم طبعا، لان انتوا اساس الملعب الاهلي ومحللينا الكبار اللي احنا دايما بنستفيد منهم ومن كلامهم اللي دايما بيبقى بيحصل. يعني انا بيتقال حاجه من شهر بلاقيها حصلت بعدها بشهر، وبالتالي هو ده اللي احنا عايزينه دايما نفضل فيه مع حضراتكم، وهو ده دايما الوعد اللي بنقوله دايما لحضراتكم ان احنا هنفضل ماشيين بهذا الشكل وبهذا المنهج وبهذا الاسلوب لغايه لما نشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده.